موضوعنا رح يهم كتار منكم بأنه حنحكي عن مركز الاستشارات القانونية للأشخاص اللي هن بحاجة لاستشارات قانونية مجانية ضمن أوبيراسيون ساتيام جور أو عملية اليوم السابع اللي حناخد تفاصيل عنها. من ضيوفنا لليوم سيدة ليلى قساتلي رزق وهي مسؤولة المشاريع بكلية الحقوق بجامعة القديس يوسف ومسؤولة عملية اليوم السابع، والمحامي الأستاذ بكلية الحقوق أيضا نفس الأستاذ كريم تربي وهو منسق المستوصف القانوني. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. نبدأ على طول مع الستات نحن. مدام ليلى بونجور، شو هي عملية اليوم السابع أو أوبيراسيون ساتيام جور اللي يعني ضمن اليو اس جي عم بتصير؟ هلا عملية اليوم السابع هي كناية عن حركة تضامن اجتماعي، بلشنا نحن بشهر تموز 2006، كان بعد ما اسمها عملية اليوم السابع، كان في وقتها بحرب تموز، كانت لابد انه الجامعة تساعد هالاشخاص وهالعيال اللي اجت من الجنوب ووصلت على بيروت، كان مساعدة انسانية ومساعدة طبية. وقت خلصت حرب تموز صار يقولوا كل رئيس الجامعة وكل أعضاء الجامعة أنه لازم نكمل، خلينا نكمل بهالحركة التضامن الاجتماعي، وهيك صار كملنا وتطورت من حركة تضامن اجتماعي آنية لحركة مساعدة إنسانية والتزام مواطني، يعني انجاجمون اللي احنا بنسميه انجاجمون سيفيك، حركة تضامن، حركة التزام مواطني شاملة. هلا الاوبيراسيون ساتيام جور او عمليه اليوم يعني شامله، ما بقى تعنى بس باللي تضرروا من حرب تموز، صار تعنى بكل الاشخاص اللي هن بحاجه لمساعده. كل الاشخاص، شو هن انواع المساعده اللي بتقدموها مثلا؟ هلا كل مساعده، كل كليه بتساعد ضمن اختصاصها. الحلو بعمليه اليوم السابع انه نحن طورناها، شو هي الفلسفه وام روحيه عمليه اليوم السابع؟ عاده بكل مؤسسه اجتماعيه عندك بعدين، في بعد اكاديمي وبعد ريسيرش، في بعد ثالث، هلا هو البعد الاجتماعي اللي نحن عم نطوره وعم نشتغل كثير عليه. في نحن اللي هدفنا هو انه نعلم الطلاب ينخرطوا ويندمجوا اكثر بهالنسيج الاجتماعي اللي هن موجودين فيه واللي هن عايشين فيه، مش بس يعيشوا بقلب الحرم حرم الجامعة، بل يظهروا من هالحرم وشوفوا شو هالحاجات هاللي عم بي هاللي المجتمع عايزة برا. يعني نحن عم نخرج أصحاب اختصاص، بس عم نخرج كمان أصحاب اختصاص اللي بالمستقبل يكونوا متحسسين مع على تماس مع المجتمع اللي هن عايشين فيه، خاصة بمجالات حاجات وطلبات الآخرين. عادة بنشوفها هيدي بالمؤسسات أو بالمصارف أو هيك اللي بتهتم يعني، أو نعم، اللي يسمى بكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، او بيحسوا حالهم مسؤولين عن قسم اجتماعي معين وبيعملوا كرماله، قليلا نشوفها بالجامعات بشكل هالقد منظم، صح؟ مزبوط. هي بلشت معنا وعم تتطور كمان بغير جامعات، وهيدي هي كنت عم تحكي عن كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، هي مسؤوليه، يعني نحن عم نحكي عن مسؤوليه الجامعه الاجتماعيه والمواطنيه. هلا نحن ميزه العمليه اليوم السابع انه عم نشتغل، سالتيني، عم نشتغل ضمن مشاريع، كل كلية عم تشتغل ضمن اختصاصها. الركيزة هي الطلاب، بس الطلاب ما عم بيشتغلوا لوحدهم، عم بيواكبون الأساتذة وعم بيواكبون المسؤولين الإداريين. هلا بنرجع بناخذ مثال وبنحكي مزبوط كيف بتصير كل مشروع بمشروع ليعرفوا أكثر المشاهدين اللي عم بيتابعونا. مستر كريم، كمان بفتكر إنه المستوصف القانوني ولد يعني من هالعملية، من عملية اليوم السابع. شو هو هالمستوصف؟ ليش خلقته؟ الغاية تبع المستوصف هو إنه نعطي إرشادات بالقانون للناس اللي بحاجة لهالشي. مثلا إذا شخص في عنده أي استفسار، أي سؤال عن مسألة بتهمه، مسألة بتتعلق فيه، وأول شيء إذا ما بيعرف محامي وما عنده إمكانية، الإمكانية المادية إنه يستشير محامي، بيتوجه للمركز اللي عندنا حتى نعطيه الإرشادات القانونية والاستشارات القانونية. مش الغاية تبعيتنا مش إنه نحل محل المحامي، مش إنه مثلا إنه نتوكل عن الناس أمام القضاء ونمثلهم تجاه الغير، لا، إنه نعطيهم الإرشادات الأولية والنصائح اللي يمكن بتساعدهم إنه يتجاوزوا مشكلة وإنه ما يوقعوا بمشكلة، لأنه إجمالا الواحد يخطئ. أوكي، دونك انه نعطيهم الارشادات القانونيه، والارشادات اللي بنعطيها هي ارشادات ما خطيه، يعني ارشادات شفهيه، واذا بنشوف انه فريمون الوضع تبعهم بيحتاج انه يقيموا دعوه، ساعتها بنتوقف هون معهم. هلا اذا بدك في اشرح كيف بيعمل المستوصف، يعني
انتوا بتفتشوا او بتقبلوا بس تعطوا استشارات للاشخاص اللي هن عن جد بحاجه، او اذا شخص منه هالقد ماديا بعازه بس بحب انه ياخذ لكن الناس. مفتوح نعم. للجميع المستوصف. ومين اللي بيعطي الاستشارات داخل المستوصف؟ اللي بيعطوا الاستشارات هن في عنا اول شيء الاساتذه بالجامعه، نعم، وفي عنا القدامى تبع الجامعه اللي هن محامين فيهم ايضا يشتركوا بهالمستوصف، وفي عنا الطلاب. دونك في عنا ثلاث فئات اشخاص بيعطوا الاستشارات القانونيه. هلا الطلاب في عندهم دور مهم لانه ايضا بيشاركوا اول شيء باستقبال هودي العالم، وبيشاركوا ايضا بالبحث اذا المساله بتتطلب بحث كمان، وقت الزلمه بيرجع لعنا، وقت الشخص بيرجع لعنا حتى نعطيه الجواب على السؤال اللي طرحه ايضا بيكونوا موجودين الطلاب. يعني الطلاب بيكونوا ان بيرمانونس، بيكونوا كانوا عم يعملوا براتيك، يعني كانوا عم يعملوا بريستاج. اكزاكتومون كانه عم يعملوا بريستاج. مشان هيك المساله مهمه مشانهم لسببين. اول شيء مشان الانخراط تبعهم، وبيكونوا على تماس مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي مع المشاكل تبع العالم. وثاني شيء يعني بتخليهم انه يطبقوا اللي تعلموه بالناحيه النظريه. دونك يطبقوا صحيح. بتكون كانه بريستاج، وهذا كله بيصير بشكل مجاني ان كان من الاساتذه او من القدامى. 100% مثل كل نشاطات عمليه اليوم السابع. هيدي مش هي بحاجه لدعم مادي من شي محل، ولا هيدي اليو اس جي هي اللي عم تمولها كل هالمشاريع؟ مين عم بيمولها؟ هلا حسب المشاريع، في مشاريع مثلا ما بدها تمويل كثير مهم، بتكون الكليه اللي بقلبها عم بيتطبق المشروع، عم بيتنفذ المشروع، بتحط اللوجستيك وكل التقنيات واللوجستيه تبع الجامعه لخدمه هالمشروع. في غير مشاريع بيكون بدها شويه تمويل خارجي. في عنا شركاء، نحن بنشتغل مع كثير شركاء من المجتمع المدني، مثلا اشتغلنا كثير مع فرح العطاء. هلا في عنا كثير تلاميذ عم بيشتغلوا على ترميم بنايات الاشرفيه اللي تهدمت من كم جمعه بالاشرفيه. عملنا سنه الماضيه كمان مع فرح العطاء مشروع دعم مدرسي لتلاميذ صف التروازيام، هيدي ما كان بدها كثير تمويل، كانوا بقلب الجامعه. عم نشتغل مع سكون مشان توعية لكل شيء إدمان للمخدرات. صار في كمان عمل بسجن رومية من كم سنة، هلأ توقف بسبب أوضاع بسجن رومية لأنه صار في شوية خطر على التلميذ يطلعوا، بس كان في شوية تمويل. كان صار في عنا تمويل كمان من الكوميونتي أوروبية. يعني حسب المشاريع اللي بدها تمويل نحن ما منمول، نحن منجي يعني مننبش على شركاء خارجين. نحن عم نحط كل تقنيات الجامعة واللوجستيك تبع الجامعة وكل التقنيات العلمية كمان تبع الجامعة لخدمة هالمشاريع. هيدا الأبار الكبير لما بتقولي كل الكليات، يعني كل الكليات كل الكليات محل ما بيكون في مشروع مهم وخارج يتنفذ والطلاب ينفذوه مع الاساتذه والمسؤولين الاداريين عم بيتنفذ. وهلا وصلنا لوقت عم نشوف انه اوقات عم بيجوا الطلاب هن عم بيعرضوا علينا مشاريع، يعني في عندهم هالمخزون العمل الاجتماعي اللي نحن كنا بدنا ننميه وعم نشتغل عليه، اوقات عم بيسبقونا. شو بتكون ردود فعله لما بيشتركوا بمشروع بحسوا لنقول ترميم بنايات الاشرفيه اللي تهدمت من جراء الانفجار؟ قد ايه واحد بحس حاله عمل شيء كبير؟ اكيد بحسوا انه في عندهم دور كثير مهم، وبحسوا بسعاده كثير كبيره، ونحن بنحس كمان بسعاده وبساتسفاكسيون اكبر وقت بنشوف انه عم نوصل. وقت عم بقول لك مثل ما قلت لك، اوقات بيسبقونا بيجيبوا لنا هلا في انا شخص جايب لي مشروع بالكليه بكليه الحقوق، ما بخص بس الحقوق، بخص كذا كليه، عم ندرسه علميا وعمليا كيف بده يتطبق، وان الله راد قريب بدنا نبلش نطبقه شوي وشوي. هذا من جهه الطلاب. من جهه الاساتذه كمان بزيت الحماس منخرطين او لا؟ نعم في كثير حماس، لانه هيدا الانخراط هيدا عمل بالنهايه مجاني، وهيدا عمل اجتماعي. دونك يعني هذا بحاجه لنفسيه معينه، بحاجه لنفسيه معينه، بحاجه لشويه تفرغ بالوقت، يعني مش كثير. وانا يعني عبر الشاشه عندكم يعني بشجع الناس وخاصه القدامى تبع الجامعه انه ينخرطوا معنا، لانه بالنهايه الغايه تبعنا مش بس انه نساعد العالم، ولكن ايضا الغايه تبعنا هي نشر سقيفه القانون بكل دوله حق. بالنهايه الناس خاضعه للقانون، والناس بيقولوا لك الدستور بيقول انه الناس متساويين امام القانون، ولكن بده يعرف الواحد شو هو القانون، مش كل الناس بتعرفه. فعندنا مثل بالفرنساوي اليا ان اداج بيقول لك نول نيسانسي اينوري لا لوا، دونك ما انكور فوتيل كونيتر لا لوا. وهيدي الغايه تبعنا نشر سقيفه القانون. يعني عندنا سنين عايشين بلا قانون، هلا بحاجه تحديدا مثل ما عم بتقول. اكزاكتو، نشر سقيفه القانون بين العالم حتى نساعد كمان الناس انه شوي يكونوا على اطلاع، وانه نساعدهم على حل المشاكل تبعهم. يعني
يعطيكم الف عافيه، بتمنى تضلوا بهالنشاط اساتذه وطلاب وقدامى، واللي بده تفاصيل اكثر طبعا بيكون بكليه من كليات القديس يوسف او من القدامى فيهم ياخذوا، من كليه الحقوق فيهم ياخذوا كل هالتفاصيل. ستيفانيه بونجور، شو محضرين لنا شيء اليوم؟ في كالوريز اكيد، ميل فاي مع بنان كراميليزي. طب ليك كنت مبلشه منيح بلا كالوريز الصبح مع ناتالي، ليه هيك عم تتغيري؟ هيديك ناتالي بس يكون في فادي في كالوريز وفي في اكل طيب. يلا رح نروح لعندكم دغري نشوف كيف بيعملوها هيدي. يلا لكن مشاهدينا شو فادي؟ شو؟ عندنا ميل فاي ميل فاي بنان وكراميليزي اماند اتسيتيرا اتسيتيرا، تو سا بعد البريك.